اليوم هو الذكرى الرابعة للتعليم الدولي، والذي أطلقته اليونسكو نهاية عام 2018، وإيماناً بأهمية التعليم في تحقيق التنمية والسلام، ولأنه حق من حقوق الإنسان في توفير تعليم جيد وعادل وشامل للجميع، أصبح 24 يناير يوماً دولياً للتعليم. كيفية التحول الرقمي هي أحد محاور النقاش في اليوم الدولي للتعليم في هذا العام. جامعة شقراء بدأت بخطط التحول الرقمي منذ سنوات على مستوى طرق التدريس والخدمات الإلكترونية، ولكن كيف بدأ هذا التحول وكيف كانت البدايات؟ مع عودة التعليم الحضوري لم يتم إغفال مكتسبات الفترة الماضية، حيث لازالت العملية التعليمية والإدارية مستمرة من خلال الاستفادة من مكتسبات التحول الرقمي الذي تم خلال الفترة الماضية، ويتم تقديم مقررات من خلال منصة التعلم الإلكتروني بالجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا والبرامج الأخرى، كما يتم العمل وفق الأنظمة والتشريعات الصادرة من الجهات المعنية للاستفادة من آليات العمل عن بعد وتقديم الخدمات الإلكترونية بشكل فعال. في اليوم الدولي للتعليم تبذل جامعة شقراء قصارى جهدها للارتقاء بالعملية التعليمية والوصول للأهداف المنطلقة من رؤية المملكة 2030، حيث تضع الجامعة اهتماماً واسعاً في التحول الرقمي لكونه أحد ركائز الرؤية الطموحة، وذلك من خلال الخطة الاستراتيجية للجامعة التي تم اعتمادها حديثاً. ويأتي ضمن هذا المحور المهم عدة عناصر مهمة، من ضمنها نمط التعليم عن بعد، إذ تعكف الجامعة على عمل إعادة هيكلة لنظام التعلم الإلكتروني بالجامعة، إضافة إلى تطوير محتوى إلكتروني لمزيد من المقررات وإعداد برامج تدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للمساهمة في تحقيق الأهداف المرسومة.